أنا اسمي فاطمة، يعني أنا حلوية. تقريبا هوايتي ديال الحلوى أنا من صغري، كنت محبة للحلوى، يعني تقريبا من شي 14 سنة. هي هذيك بقيت تنصوب سميتو، دابا جاني شي كوموند تنصوب ديال العراسات، جاني سبوع، جاني كل شيء، الحمد لله كل شيء تنقدو. تقريبا فوت 24 سنة وانا تنقد الحلوى وانا كنصوب لي كوموند ديال العراسات وديال كل شيء. فهمتي، انا في حقيقه محبها من يعني من عندي شي 14 سنة، ولكن يعني ما يزيد من 24 سنة وانا الحمد لله وانا تنصوب هذا. وكانت عندي واحد 6 سنين ديال القرايه كنت انا نعلم البنات. لا ما قريتش على في الاول، ما قريتش عليها صراحة، ما عمرني قريت عليها، ولكن كنت محبة لها وكانت هوايتي وصافي، يعني بقيت هي هذيك تنبدع فيها حتى قلت لك، حتى وليت انا تنقريها القراية، عمرني ما قريتها ولكن انا كنبدع فيها وتا وليت انا تنقريها. جميع الحلويات، يعني جميع الحلويات ديال مثلا الحلوى المراوكان كلها كنقدها، من بساطل، من محانش، من ليصالي، كعب غزال، غريبه، يعني كل شيء، يعني كل شيء اللي مثلا اللي ينزل لك على مخك، يعني كل شيء كنصوبو. فهمتيني، يعني الحمد لله حاجه كنشوفها وشي كنبدعو من راسي، شي تنشوفو كل شيء تنصوبو، كل شيء، يعني العراسات، السبوع، شي حد يعني عراضه مثلا، كاين شي حد كتكون عنده دابا شي عراضه تيقدر تنصوب لي الحلوى، نصوب لي كل شيء، بساطه، المحانش، الطياب، كل شيء على حسب الكومون شحال فيه. فهمتي، الا كانت الكونتيتي كثيره تقدر تاخذ لك الوقت كثيره، كانت شي حاجه قليله تقدر تصوبها في نهار، كانت مثلا كان هي شي بلاطو او شي طبسيل او شي حاجه تقدري توجديه في نهار، ولكن كان شي عرس كتقدري تقدري تمشي معاه حتى 6 ايام. ملي كيكون بحال دابا كوموند مثلا ما شاء الله هذا فيه 400 من شكل، يعني راه تقريبا راه غياخذ لنا شي 6 ايام. تيخدموا معايا العيالات، يعني تيخدموا معايا 3 حتى 4 ديال العيالات اللي تيخدموا معايا. يعني ملي دابا ملي تيجيني الكوموند تنشوف اش مشكل بغاو الناس، وشنو طالبين، واش لوز، واش كاوكا، واش هادي، تنقيد كل شيء. دابا الحمد لله الواتساب دابا قرب كل شيء، تنصيفط لمول التمويل الهري مثلا، كنصيفط ليه في الواتساب شنو بغيت، تيجيب لي كل شيء حتى لباب الدار. ونقدر بحال دابا الا كانت خصاتني شي حاجه ولا شيء عاد تنمشي ناخذها انا، كانت شي حاجه بسيطه تناخذها وصافي، تنجلس كنخدم كيف شفتي كنخدم في داري. في الصيف كتكون الاقبال بزاف ديال الحلوى، الصيف بزاف كيكونوا العراسات بزاف، فهمتيني. ودابا في العطل، دابا في الشتوى تيكونوا العطل، ورمضان خلاص، رمضان ما شاء الله تيكون لي صالي، تيكون شباكيه، بريوات، سليلو، شتي اش غنقول لك، شتيه من الغريبه وفقاس تقدر تعيش بها عائلتها، شي تكون هي تكون حاجه زوينه، تكون لي كو مزيان، وتكون الحاجه يعني ما يكونش فيها الغش، يعني راه مثلا انت جيتي خديتي من عندي وعجبك غادي تقوليها صاحبتك غتقولها لوحده اخرى، وحده اخرى، والحمد لله تعيشي من عائلتك، تخلصي منها كراك، تكسي منها كل شيء، زعما الحمد لله. انا ماشي زعما كاينه نقول لك لا راه عيانه ولا ما نايد لها شي حد، لا، يعني مهنه شريفه وتقدري قلت لك تعيشي منها عائلتك وكل شيء وتبني منها مستقبلك. بالنسبه للاثمنه، الا كان عرس راه كتضيفي شيء على شيء، كانت هي مناسبه قليله راه تديري انت حسابك، تبقى لك البركه، يعني كتبقى لك البركه، ماشي تتقولي غادي ما يمكن لكش تاخذي اكثر من النص، بحال كتقولي كتاخذي ديك ثلثين، بحال مثلا طلعت عليك مثلا ب 300 درهم تقدري تبقى لك ديك 100 درهم وديك 200 درهم ديال المقضيه. اكيد ما يمكنش لشي عرس مغربي يدوز بلا حلوى، ضروري يعني يكون دابا شي مناسبه مغربيه بلا حلوى ما يمكنش، ولو كاع بلا عراسه ترى ما يمكنش يدخل عندك الضيف وما تحطيش ليه الحلوى، ضروري، هذه الحمد لله تقاليد مغربيه، ضروري من الحلوى. تنتمنى ان شاء الله، يعني امنيتي نكون نحل شي محل، حيت المحل يقدر يجيب لك كليان اكثر، فهمتي، وما الحمد لله كاين كليان زعما تبارك الله ما شاء الله غير في التليفون وسميتو تيجيو، ولكن المحل من الاحسن تيجيب لك كليان احسن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم،
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.